بولوت، مين هو الأقوى؟ عيلة تترغلو. وهل صحتك القوة برأيك شو هي؟ التحكم. يا حبيبي اسمع، نحن ما فينا نتحكم بالنسوان. أي قوة؟ قوتنا عم تنقص. بالماضي إذا رفضت أي وحدة منهم كنا منكسر عظامها ومنكبها بالزبالة. فينا نساوي هيك؟ هلأ مستحيل، لأنه في شيء أكبر من القوة، توازن القوى. رح جيب لك صورة شعاعية واضحة بكرة لألو. يا أنه ما بيعرف شيء أو هذا احتمال مرفوض. لا عم بيفهم بالمنيح ولا عم بيفهم بالعصاية. يبدو رح نحتاج للغة تانية. منشوف. أمرك معلم. اشتقت للأوقات اللي كنا نقعد فيها هون. اشتقت لحبك لألي ولسماعك لألي. اشتقت لاشتيائك. اشتقت لريحتك.
بدهم يلبسونا قضية أمجد سليمان. ونحن شو قلنا علاقة؟ شو منساوي إذا الزلمة انتحر لحاله؟ شو إذا عرفناه منكون متهمين؟ كتب اسمنا بالدم اللي طلع من راسه يا خال. معلم الأمن بده يستدعينا على التحقيق. بدهم يحققوا معنا ولا بدهم يقبضوا علينا؟ بس تحقيق معلم، أنا وأنت وميماتي وعمران. مو تحقيق بس. خال، أنت هربان، خذ رضا وإياد وتخبوا بشي مكان آمن. سيدي المناقصة التغيت. بأي حجة؟ البنوك سحبت التأمينات. ماشي، رح نجيب تأمينات من بنوك تانية. كيف قدروا يلغوها؟ بنتي، مين هذا اللي ألغى التأمينات؟ ليش بيسمحوا لنا ناخذ تأمينات جديدة؟ مرة تأخير. مراد بيعرف؟ لا، وضعه ما بيسمح له يهتم بهيك أمور. ليش؟ قبضوا عليه. شو؟ والله ما بعرف، بس أنور معه. رح ندفع بدل المزاد كلنا، مو ناقصنا وجع راس. خبرني انت شو يلدا زين، تبدا تتم المناقصه. لك يا اخي ما رح يعلنوا عن شيء هلا. فهمت، بس بوقت قريب. يا اخي مو معقول هذا الحكي اللي عم تسمعني. رح تبدا الاسعار من مليار. ليش هيك رئيس سوق؟ ايوه، وشو صار بعدها؟ اضغطوا على الصحافة، خليهم يحتجوا بأنه الأسعار فلكية. عطينا هالتعليمة. ايه برافو عليك. عن إذنكم. منيح. بلوت، مع مين عم تحكي؟ معلم، قبضوا على مراد على مدار. معلم، لازم نسأل هلا مين بقي برا. خلينا ناخده من هون. جاهز يا خال. منيح. يا ابني، لقيت للبضاعة غطاء. كيف يعني؟ جيب شوال او اي شيء، شوال سكر او طحين، بطانية. هذا ما بيتاخد هيك. حسين موجود هون؟ طلعوا في شي؟ جماعة تتروغلو بيحكوا بالألغاز، ممكن يكون في وراها لعبة. لازم نخبر مراد. سيد مراد، رجاء اتركوا تليفوناتكم هون. طبعا. دقيقة. ألو، احكي حكمات، شو قال بالضبط؟ ماشي، انتو خبروا رفقاتنا وانا رح اتصل اول ما اطلع. حكمات، ديروا بالكن على حالكن، خلي لي معك. تفضلوا من هون يا سادة، راح تنتظروا شوي. أنا حكيت مع السيد المدير وهو ناطرنا، ليش لا تخلينا ننطر؟ مشان تروحوا على المشفى حضرة المحامي. أي مشفى؟ نحن هون لندلي بشهادتنا. عن أي موضوع عم تحكي؟
هي هي الأوامر اللي عنا. خلاص ولا يهمك، ما في مشكلة، راح نستنى. أنور استعجل بالإجراءات، عمل لي الإحالة على المشفى، رح أطلع من هنيك. غير معلم، تتر أغلو ورا عملية رضا. إيه ما رح ياخذونا لهنيك من دون سبب، الخال برا ورضا بجنبه. أنور تليفون مسكر. اتصل بإياد معلم. كمان مسكر. أنور بسرعة. ابن اختي يلا امشي. تفضل على غرفة الفحص. شلح جاكيتك وارتاح. ما فيني شي دكتور، أنا صحتي منيحة. حضر التقرير الطبي، رايح لمكان وراجع، عندي شوية شغل. هرب. هرب، قطعوا الطريق عليه. مراد عالم دار ما بيهرب، رح يرجع. شو هذا اللي ساويته؟ بوعدك اني رح ارجعه. ماشي يا اخي. Thank you.
اختي بعد ما نحطه جوا. روح جيب لي شي ناكله من محل قريب. حاضر خال. خليل إبراهيم، قديش نويت إنك ترجع لحالك من شان ما تساوي المشاوي؟ شوف مع مين إجيت. يا حيف على عظمتك يا خالو. تفه وراحت تقمقش حطاب واخدت مع الزوادي. دن 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 خليكن هون.
آه منك يا رضا، آه منك. أنت زلمة أنت يا حيف على الرجال. عمل لك روح وقتل المخبرين، شايفك أنت المخبر. أنا ما خبرت حدا أبداً. صدقني ما حكيت ولا كلمة. ساويت كل شي طلبتوه مني وقتلت البنت وهربت من ايد الرجال، وانا هربان في غيرهم مسكوني. يا حيف عالرجال يا حيف. ساوي منيح وسكرت امك، لانه ما فيهم يعيشوا من لعيك الفاضي. قريت على حدا شي؟ لا ما حكيت ولا كلمة. والمصاري؟ لا أصلاً الحساب ما كان باسمي، ما وصلن ولا قرش. بس هن شافوك، حتى أنا بذات نفسي شفتك. أنا بعرف أنت منين أخذ هالعادة، صاير علاك مع العلاكين وديب مع الدياب ومع الأسود أسد. إيه وأنت شو هلا؟ قاتل؟ بدل ما تقتله قتلك. لا قريب رح يجوا رفقاتك لعندك. خالو
طلع الوغد من هنيك. سيدي نرجع؟ لا استعجل، رح يلحقوا. خالو، خالو، خالو حبيبي مراد، تحمل يا خالو تحمل. يلا يا تركي يلا. الو، انا رح حلها هلا، انت جاية كمان؟ حاضر معلم، اول ما بتطلع الهليكوبتر رح خبركن فورا، اكيد الدكتور رح يكون فيها. عفوا يا انسي، اسف في وضع مستعجل كتير. كيف فيني ساعدك؟ انا بحاجة لهليكوبتر اسعاف، في صديق لإلي منصاب. هيك لكان، رح اتصل حالا. جهزونا غرفة العمليات، في معنا جريح. حاضر سيد تركي، لوين رح تطلع الهليكوبتر؟ حبيبي مراد. خال لا تحكي مشان ما تتعب حالك، الاسعاف جاي ورح نروح على المستشفى ورح تتعافى. سامحني يا مراد، أنا أذيت ناس كتير، بس بعد ما تعرفت عليك ندمت على كل شيء. بس شو الفايدة؟ معلم إياد، لك وين كنت؟ معلم أنا ما له ذنب لأياد، أنا بعدته لحتى يجيب أكل عزيزي مراد. ليش موبايلك مسكر؟ صلي ساعة عم حاول اتصل فيك يا إياد. معلم ما في شبكة بهالمنطقة. وليش أنا عندي شبكة؟ خد تليفوني واتصل بحكمات، بدهم يخلقوا مشاكل وبدهم ما حدا يدرى. دبر لي مكان آمن بالمستشفى. حاضر معلم. لو كنا منعرف بأي مكان من جسمه انجرح كنا جهزنا خبراء لهالشي سيد تركي.
شكرا يا أنسي أسو، شكرا كثير لاهتمامك. نحن رح نهتم بهذا الموضوع هلا. لا تسكر عيونك، تحمل شوي خال. خال اسمعني اسمعني، تحملت كل هالسنين، رح تستسلم لرصاصتين؟ والله تعبت كثير يا حبيبي مراد. وأنا كمان يا خالي، وأنا كمان. بس لا تروح وتتركني. من هلأ وطالع رح كون عليك حمل تقيل شايله على ظهرك خالي. دائما بسببي. خال لا تترك هالصغير مفكر حاله انه هو السبب. ماله اي ذنب هذا الشبيات. خالي خالي خالي